أغاني الزمن الجميل، تعبير جميل بنستخدمه كلنا علشان نشاور على الغنى زمان وحلاوته وروقانه وإتقانه. بس المشكلة إن التعبير ده ساعات يستخدم بنبرة الحسرة، الحسرة على ما فات، وكأن أغانينا النهاردة ما فيهاش جمال الكلمات ولا تدفق الألحان ولا سحر الأصوات اللي كانت موجودة زمان. وفي الحالة دي أنا بختلف وبشدة، لأننا النهاردة عندنا شعراء وملحنين ومطربين ما يقلوش قيمة عن شعراء وملحنين ومطربين زمان. لكن الفرق أن العصر القديم كان فيه حماية للفن الجيد، كانت الإذاعة المصرية عندها لجنتين، لجنة النصوص المعنية باختيار النصوص اللي توصل للناس، ولجنة الاستماع اللي دورها اختبار الملحنين والمطربين وإجازة أعمالهم قبل ما يسمعها الجمهور. جه العصر الحديث ولقينا نفسنا أمام وسائل اتصال مختلفة، كاسيت وسي دي وإنترنت متجاوز للحدود، واختلط الجيد مع السيء، الاتنين بيوصلوا لنا من خلال نفس الوسيلة، ومن هنا جاءت الحسرة على ما نسميه زمن الغناء الجميل. وجه الظلم للمبدعين الرائعين اللي عايشين بينا من مختلف الأجيال، من أول جيل الكبار اللي تجاوز الستين ولغاية جيل الشباب اللي يمكن يكون لسه في العشرينات. مهمتنا هنا في برنامج عوام في بحر الكلام إننا نوضح لحضراتكم إن الشعراء المبدعين موجودين، وإن كلامهم ومعانيهم وأفكارهم لا يقل عظمة ولا قيمة عن إبداع نجوم الكلام في زمن الغناء الجميل. ضيف النهاردة واحد من مبدعي الأغنية على مدار حوالي 30 سنة، غنوا له مطربين ومطربات كبار زي وردة وعفاف راضي وإيمان البحر درويش وعلي الحجار ومحمد منير وجورج والصوف ونانسي عجرم، مدحت صالح، سميرة سعيد، إيهاب توفيق، راغب علامة، وغيرهم وغيرهم من أجمل الأصوات، ومع أهم الملحنين. ضفنا النهاردة شاعر وممثل، أيوة ممثل، وشارك في أعمال مهمة كممثل، إنما هتفضل صفة الشاعر هي الصفة اللي هيتقدم بيها ضيف الحلقة النهاردة، الشاعر عوض بدوي.